اللي ما كانش بيتكلم في الموضوع ده، لكن احنا كنا عارفين ان في الشجره الماضيه في الاردن، لكن مين اللي عملها ما كانش بيقول، محدش عارف. ما كانش بيقول لغايه ما طبعا لما تم تكريمه من رئيس السيسي في سنه 2017 عرفنا ساعتها السر ان كان والده كان بيعمل شجره ماضيه. الله يرحمه، الله يرحمه. وعموما دي من صفات وشيم الأبطال وكبار الرجال والعظماء، دائما لا يتحدثون عن أنفسهم أو عن إنجاز خاص بيهم أو عن نحن نوثق وفاة الحاج أحمد إدريس صاحب شفرة حرب أكتوبر 73. فقدكم كأسرة وعائلة، وفقدنا كلنا كوطن، رحمة الله عليه. هذا هو الحاج أحمد إدريس صاحب شفرة حرب أكتوبر 73، وهي باللغة النوبية. كان دائما يتم تتبع المكالمات بين القيادات الحربية، ففكر الحاج أحمد إدريس في استخدام شفرة ولقبت بشفرة حرب أكتوبر. وعم أحمد إدريس من قرية توماس وعافية، من ضمن 44 قرية موجودة في نصر النوبة، مركز نصر النوبة على مستوى محافظة أسوان. وأنا كنت سعيد جدا جدا بأن محافظ أسوان أشرف عطية وحضرتك بتتكلم معاه، سعادة اللواء أشرف عطية وحضرتك بتتكلم معاه عشان يتعمل له نصب تذكاري لكي يتوج هذا الرجل مثل ما توجهه سعادة الرئيس سنة 2017 للشفرة النوبية التي تسمى اللغة النوبية. أيوه. وفاة سعادة المشير حسين طنطاوي، المشير محمد حسين طنطاوي، ليس فقط يعني أنا النهاردة وأنا بتابع جميع وسائل الإعلام، لا، في وقفة جميلة جدا من الإعلام المصري، وفي وقفة جميلة جدا من المؤسسات المصرية أجمع على وفاة هذا الرجل الذي فعلا أنقذ مصر سنة 2011، وسوف يذكره التاريخ، سوف يذكره التاريخ، لأن الفترة اللي كان فيها وانت حضرتك اتكلمت فيها قلت سنة ونص كانت صعبة جدا عدينا بيها، وسنة ونص دي فرقت معانا كتيرة جدا. لو بصينا للدول المحيطة حوالينا كلها هي متقطعة، لكن سعادة المشير عدى بينا الصعب، عدى بينا الصعب، ويمكن مشاعري صعب ان انا اتكلم واقول ان انا كنت النهارده يمكن حزين، لكن سعيد ان مصر بتكرم ابن من ابناء النوبة المشير حسين طنطاوي، ابن من ابناء النوبة اخويا وعمي الحاج احمد ادريس. ليه مصر، يعني شوف بقى الوقفه الجميله من مصرنا الجميله، وقت الازمه بنقف فعلا. صح. النهارده احنا في ازمه، نصر النوبه كلها بتعزي، اسوان كلها بتعزي، المحافظ انا كنت سعيد جدا وهو بيتكلم، وحضرتك كنت بتتكلم ومتاثر بحالات الوفاه اللي تمت. لا، هي دي مصر، وهي دي تكريم لأبنائها الأوفياء، وكل في مكانه. سعادة المشير عمل فعلا، وسوف يذكره التاريخ بما فعله لخدمة مصرنا الحبيبة. عم أحمد إدريس سوف تكرمه دولتنا كما كرمه رئيسنا الفاضل، سوف تكرمه المحافظة أيضا. هو ده، هي دي مصرنا الحبيبة. أجيال وراء أجيال بتطلع، وإن شاء الله بعون الله اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 مصر تنعي الحاج أحمد إدريس صاحب اقتراح استخدام اللغة النوبية كشفرة في حرب أكتوبر 73، ومصر تنعي المشير طنطاوي. اثنين من أبطال حرب أكتوبر رحلا إلى ذمة الله اليوم الثلاثاء 21/9/2021. وبعزي اهلنا وناسنا في النوبه واسوان، وشكرا لجميع وسائل الاعلام اللي اهتمت اهتمام جميل باولاد مصر الاحباء.
ده اقل واجب، اقل واجب يا استاذ مسعد، واحنا بنشكرك.